فوانيس رمضان بهجة المصريين. المصابيح أو الفوانيس أشهر الطقوس الرمضانية على الإطلاق، يتهافت الصائمون على شرائها أو صناعتها يدوياً، يزينون بها منازلهم وشوارعهم ترحيباً بالشهر الفضيل. بدأت عادة حمل الفوانيس قديماً في مصر لإنارة الشوارع والتماس الهلال. يخرج الكبار والأطفال إلى الأحياء حاملين الفوانيس ومنشدين الأهازيج، حتى تحولت الفوانيس إلى عادة تضيء الليالي الرمضانية في كل بلد.